Hisho experiences وقع خياركم نتوما حال الحاله المزرية اقل ما يمكن ان نقول على أن حاله كارثيه يعيشوا السكان ديال درب السملالي مدينه ازمور هذا آه الحي اللي تيتواجد داخل المدينه العتيقه بمدينه ازمور آه المشكل ديال هاد الناس كيعانيو فيه مده ديال اربع سنوات بالرغم من انهم راه واضعين الشكايات ديالهم عند المسؤولين لا عند رئيس الجماعه ولا عند سيد العامل أن سيد العامل شخصيا ديال الاقليم كان عنده اجتماع عندنا في مدينة ازمور مع اعضاء المجلس الجماعه وطرحت عليه المشكل وقال لي المشكل ممكن يتحل اعطيني 15 يوم او شهر الا الحدود الان هو المشكل بقى قائم. من العيب والعار المسؤولين انا صراحه, صراحة لا رئيس الجماعه ولا عامل الاقليم راه تيبانوا عكس عكس اتجاه صاحب الجلاله لان صاحب الجلاله الخطابات الاخيره دياله راه بينه وواضحه يتالم من يتالم على المواطنين الا الناس هادو ما, ما انا الحدود ساعه رو اربع سنين باش الوقت اللي يجي يتباهاو في افتتاح ديال مهرجان جوارق كطلبوا من سيد العام اللي يجي يدير زياره هنا يشوف الناس كيفاش عايشين والسيامه رئيس الجماعه هام الموضوع ما احنا ما عرفناش السيد رئيس الجماعه المشكل ربع سنين ما بغاش يحلوا معنا ربما تسمع غير الاسم ديال الدرب تيطلع ليه طونسيو ولا ما عرفش دير في تيمارتو الناس السياسه الخبيثة تي جاء هاد الحي وتجاء السكان ديال هاد المدينه القديمه لا ريان كي سفي اون اي تيغوار لارادج اون اي تيغوار لا مونسيباليتي اي يكو دي بروميس دبي 4 ان دي بروميس موي جيمري pour développer un peu ce quartier, euh, amener, bah, euh, donc euh, faire des locations, euh, amener des Français, des Anglais, des Allemands, mais le problème, c'est qu'avec ça, c'est très problématique, parce qu'on va amener euh, des gens et montrer que le Maroc, euh, bah, c'est une mauvaise image du Maroc, et euh, je pense qu'il y a autre chose à montrer que, que ce genre de problème, euh, qui doit se résoudre, je pense, mais... Euh, Ici, c'est très compliqué euh, et on a, on a beau faire toutes les démarches, euh, témoignages, on est, on est allé, euh, ma femme est française, euh, le problème, voilà, elle aime, elle aime le Maroc, elle est adepte au Maroc, mais euh, c'est ce, vraiment très problématique. Et il euh, n'y a rien qui se fait, rien qui avance. Euh, on, on avance d'un pas, on recule de deux, et là, ça devient, ça devient très, très, très problématique. بغيناكم تفكوا لنا المشكل وي ها كنهزوا بالسطوله ونلوحوا ليه الماء دخل لقيت للدار انا راه خسر لي فراشي في الشتاء دخل لقيت للدار ها مريضه يا هضروني عيني ديالي ندوز على عيني دايره نتاضر كاع هذا المرض هذا كل شيء هذا الخنز داخلينا حتى للدار تكرفسنا شو صح اربع سنين اربع سنين وحنا حالتنا حنا حالتنا ها هضرنا هضرنا ومشينا ودرنا مشينا كاملين الدرب كامل الجمعه ومشاو وما خلينا ما درنا ما داروا معنا والو تنتمنى من المسؤولين انا تنقول للسيد العامل ديال الاقليم ولا رئيس المجلس البلدي الا جيتوا البارح درتوا افتتاح ديال مهرجان جواره وفي الجديده وفي بير جديد ربما راه مشيتوا عرقانين راه ما تقدرش تبقى بالعرق ديالك راه دخلتي مباشره دوشي ولكن تنقولوا احنا مع المعاناه اليوميه ديال الخنز راه من العيب والعار راه الناس مرضات راه الديور كاع تشقوا الناس مواليهم راه من العيب والعار تنطالبوا بحلول جذريه وبتدخلات سريعه وباش تكونوا ضمن بغيناكم تكونوا عند حسن ضمن المستوى التطلعات اللي تطلع لها لا الشعب المغربي ولا صاحب الجلاله لان راه الخطابات واضحه ديال الملك ولكن لا حياه لمن تنادي واش مسؤول ترابي ولا منتخب راه هما اللي تعرقلوا التنميه ديال جميع المدن راكم الناس راه كرهتونا احنا في البلاد كرهتونا في المغرب واش اربع سنين وتنأديو الواجب ديال الصرف الصحي بشكل شهري وما تحلش لينا المشكل واش غنقول لكم راه المسؤولية المسؤولين راه هاد الناس وتعاونوا معنا شويه وتعاونوا مع مع صاحب الجلاله راه عيال الملك بالخطابات شوية راه راه المفروض فيكم نتوما تحلوا المشكل راه ملي صاب الشتاء راه حنا تنغرقوا في البلاد راه الدنيا كلها تشقت والديور كلهم تفرقعوا وكل شيء اه اه والعينين انتوما مشاو لينا كل شيء مشى لنا الصحه دي مشات الله يجعل البركة في سيدنا محمد ساليس الله ينصرك بنطالب الحقوق يصابوا لنا الخراجات وصابوا لنا كل شيء شو الديور قاعد فرغوا كاملين <applause>